للحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن الصراع السياسي في العراق وحظوظ الكاظمي في الاستمرار في تشكيل الحكومة الجديدة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان. أستاذ حسين، بداية مرحبا بك. النائب باسم خشان يقول إن الكتل السياسية فرضت مرشحيها في حكومة الكاظمي، إلى أي مدى ترى أستاذ حسين أن الكاظمي يعني سيرضي جميع هذه الكتل السياسية، أو أنه على الأقل يعني أن كلام النائب باسم خشان فيه درجة عالية من الصحة؟ رمضان مبارك عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. رمضان مبارك. الحقيقة يعني الكاظمي لا يختلف عن الزرفي في الكثير من يعني المواصفات والصفات، والأزمة ليست لدى الكاظمي أو الزرفي أو علاوي، الأزمة في بنية النظام السياسي اليوم. النظام السياسي اليوم أعجز من أن يخرج من دائرة المحافظة ويختار حكومة تكنوقراط، حكومة محلية، حكومة مدنية، حكومة تصريف أعمال. لن تستطيع القوى الممسكة بالنظام السياسي في العراق التفريط في هذه المكاسب الاقتصادية والأمنية والسياسية، سيما وأنها كتل أيضا تأتمر بأوامر من خارج الحدود. وبالتالي النخب التي نشأت خلال 17 عاما راكمت الثروات وراكمت التجارب في القتل والسرقة والابتزاز لا يمكن لها أن تفرط وتسلم السلطة لأي طرف آخر. المحددات الأساسية في العملية السياسية ثابتة، الأمريكي ضامن أن هناك عملية سياسية في العراق لا تتيح لهذا البلد أن يستقر ولا أن يعمر ولا أن يبنى. ما خلا ذلك، افعلوا ما تشاءون يا عراقيين، تقاسموا، تقاتلوا، تحاصصوا، افعلوا ما تشاءون. يعني هذا هو المشهد الحقيقي في العراق. إذا نحن أمام حكومة مصنوعة. لا أرى ضرورة للاستمرار في استهلاك الوقت في الحديث عن هذا الموضوع. نحن الآن أمام حكومة مستمرة على نفس النهج، نهج المحاصصة. أستاذ حسين، في ظل الحالة المتردية التي يعيشها العراق، ما الذي ممكن أن يتأمل من هذه الحكومة لو تشكلت، أو حتى في قادم الأيام العملية السياسية ماذا قدمت للعراقيين؟ هل هناك أمل في أن تنهض بالواقع العراقي، سواء كان الواقع الاقتصادي أو الواقع الاجتماعي أو السياسي؟ يعني حتى لا نبدو متحاملين أو نبدو معارضة للمعارضة، الحقيقة النظام مجمل العمل السياسي في العراق بعد 2003 حتى اليوم لم يستطيع أن يخط نهج بناء دولة، وهذا لن يتم ما قبل استعادة إرادة البلد وسيادته وثروته. وإلا من صمم النظام السياسي في العراق صممه نظاما قلقا متناحرا لغايات هو يعرفها، لغايات تخدم المشروع الخارجي. وبالتالي اليوم أي حكومة جاي هي ملزمة بمحددات أساسية ثابتة لا تخرج عن هذا السياق، يعني كما ذكرت لك قبل قليل. لكن إبراز النظام السياسي على أنه نظام يتداول السلطة سلميا، نظام ديمقراطي، نظام ينعم الناس فيه بالحريات، هذا شكل من أشكال يعني الألاعيب اللي بيمارسها هذا الخارج، يعني ليس إلا. ولكن وإن كان نعم السيد الكاظمي أو ائتي بمن تشاء رئيسا للوزراء، وإن كان هناك مثلا أزمة عميقة لا يستطيع انتشاله منها إلا زلزال كبير داخلي وإقليمي ودولي. أستاذ حسين، مشكلات مع تزايد عدد أو أعداد الكتل السياسية ودخول الميليشيات أيضا على خط السياسة ومطالبتها بحصص، وإن كان هناك نظم أو قوالب تسمى بالقوالب الديمقراطية، كيعني انتقال السلطة بشكل سلمي وملحقاتها، يعني ما الذي جنى الشعب العراقي من كل ذلك في ضوء بقاء نظام المحاصصة؟ كيف تنظرون إلى مستقبل الواقع العراقي أو حال المواطن العراقي في ظل استمرار هذا النظام ودخول الميليشيات على خط السياسة ومطالبتها أيضا بحصص، حالها حال الكتل المتعددة؟ يعني هو في ذروة توفر السيولة والمال
فشلوا في أن يحققوا للمواطن العراقي أي مكسب عندما كانت دخل العراق من النفط يتجاوز 100 مليار دولار على مدار سنوات طويلة. اليوم العراق مثقل بسلسلة من الديون ليعيش ليصرف، يعني هم يختلفوا من البنك الدولي رواتب ليغطوا عجز الموازنات، يختلفوا من شركات النفط، هم مدينين لشركات النفط. اليوم النفط لا أحد يعرف إلى متى ستنهض أسعار النفط مجددا. اليوم أسعار النفط في العراق هي أقل من كلفة إنتاجه، وبالتالي لن يكون هناك دخل. المشكلات في اتفاقنا، أعان الله العراق والعراقيين على الأيام القادمة من مشكلات اقتصادية عميقة. نعم، كما تحدثتم يعني انهيار أسعار النفط بالإضافة إلى الاستدانة، وهناك الكثير من الظروف الصعبة التي يمر بها العراق الآن بسبب السياسات الحكومية، ولكن هناك مصادر مقربة تتحدث، مصادر مقربة من الكاظمي تتحدث عن أنه اختار فالح الفياض نائبا له للشأن أو لشؤون الأمن. هذا الاختيار كيف يؤثر على المسار الأمني أو على مسار ثورة تشرين في العراق المطالبة بإسقاط كل رموز العملية السياسية وكل من شارك فيها؟ أنا لا أرى هنا أن هناك فرصة لمرور حكومة الكاظمي من داخل شركاء العملية السياسية، وإن مرت بتوافقات وبتقاسم السلطة والمحافظة والنفوذ أعتقد أنه سيسقطها الشارع في زمن قريب وليس زمن بعيد، لأن الشارع لم يعد يتحمل مزيد من الأزمات ومزيد من الجوع ومزيد من الانهيار الاقتصادي. وأنت تشوف دول العالم المستقرة تعاني، دول العالم الغنية تعاني من المشكلات، فما بالك بهذا العراق المبتلى يعني بكل أشكال المشكلات يعني. نشكرك شكرا جزيلا من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان، شكرا لك.